الرجال هو 14 شوط مرة. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون مستقبل وفيها. سباق بين المليونيات والانتقال السياسي في مصر اليوم، وتعيين البرادع رئيسا للوزراء. الائتلاف الوطني السوري ينتخب أحمد الجرب رئيسا له، ويتهم نظام الأسد باستخدام الكيميائي بشكل ممنهج. اجتماع موسع لقوى 14 من أذار في صيدا تضامنا مع المدينة وأهلها. ومشروع البيان الختامي سيطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة. صباح الخير وأهلا بكم. تستعيد ميادين مصر حشودها المتنافسة اليوم وسط أجواء من التوتر الشديد تثير قلقا من مزيد من المواجهات وإراقة الدماء. فبعد أقل من 48 ساعة على حرب الشوارع التي أوقعت 30 قتيلا على الأقل وأكثر من 1000 جريح، وعززت المخاوف من اضطرابات تخرج عن السيطرة عقب المرحلة الانتقالية التي يشرف عليها الجيش، والتي خطت خطوة إضافية أمس بتعيين المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي رئيسا للوزراء. لبست منطقتا الإسكندرية وسيدي جابر ثوب الحداد وشيعتا عشرات الضحايا الذين سقطوا في اشتباكات الساعات القليلة الماضية بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه. أيام مضت على عزل الرئيس المصري محمد مرسي ولم ينعم بعد الشارع بالهدوء، فهو لا يزال منقسما بين معارضي مرسي الذين توافدوا إلى الميادين تلبية لدعوة حركة التمرد بهدف الحفاظ على الثورة الثانية، وبين مؤيديه الذين يواصلون اعتصامهم في محيط مسجد رابعة العدوية رفضا لما يسمونه بالانقلاب على الشرعية. عايزين مرسي، عايزين مرسي. وعلى وقع غضب الشارع تعهد الرئيس المؤقت عدلي منصور بالسعي لتحقيق المصالحة الوطنية في بلاده، غير أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين عبأ أعضائه ومناصريه للبقاء في الميادين حتى إعادة مرسي إلى مكتبه لممارسة مهام الرئاسة. أما جماعة أنصار الشريعة المشكلة حديثا في مصر فوصفت تدخل الجيش لعزل مرسي بأنه إعلان حرب على الإسلام، مهددة باستخدام العنف لفرض أحكام الشريعة. هذا التهديد تزامن مع عودة التوتر إلى شبه جزيرة سيناء، حيث شنت جماعات مسلحة هجمات جديدة على 3 نقاط تفتيش وقطاع الأمن المركزي في مدينة العريش. وفي إطار حملة الاعتقالات التي تطال قيادات إخوانية منذ عزل مرسي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على نائب المرشد العام لإخوان مصر خيرت الشاطر، وأودعته في سجن طرة بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين. ينعقد اليوم اللقاء الحاشد لقوى 14 من أذار تضامنا مع مدينة صيدا ومطالبها التي تضمنتها المذكرة المشتركة لنائبي صيدا الرئيس فؤاد السنيورة والنائب بهية الحريري. الأمانة العامة أعدت مشروع بيان ستطرحه على المجتمعين يتعلق بالإطار السياسي، ويهدف إلى محاسبة الدولة لكونها المسؤولة الوحيد عن أمن اللبنانيين ورفاههم. وإذا كانت 14 من أذار هي الداعم الأول للدولة ومؤسساتها السياسية والعسكرية، فإنها من باب أولى أن تكون من أول المطالبين بأن تتحمل الدولة مسؤولياتها كاملة. وفي هذا الصدد قال منسق الأمانة العامة لقوى 14 من أذار فارس سعيد لصحيفة النهار إن اللقاء سيجمع نحو 200 شخصية أذرية من نواب وقيادات سياسية وفكرية وأعلامية من صيدا وخارجها، مشددا على بيان الاجتماع اليوم أنه سيطالب الدولة بأن تتحمل مسؤولياتها كاملة. وكانت النائبة هي الحريري قد أطلقت أمس حملة تبيك في خوف من عاصمة الشمال، مؤكدة أن أي خرق لأمن المواطن وسلامته هو سقوط للدولة ولوظيفتها.
حملت خوف أهالي صيدا والجوار وتوجهت مع شابات وشباب من عاصمة الجنوب إلى عاصمة الشمال طرابلس لتطلق من جديد الحملة الوطنية بكف خوف. أرادت النائب هي الحريري أن ترتقي كما قالت مع أهالي الشمال إلى رتبة المواطنة وتسقط أوهام المراتب والمواقع، فأطلقت مواقف مهمة لعل أبرزها التشديد على أمن المواطن في روحه وأسرته وحريته ومعتقده مقابل ولائه للدولة الحرة العادلة. إن أي خرق لأمن المواطن واستقراره وسلامته وسقوط للدولة ومعناها ووظيفتها، إن خضوع الدولة للإملاءات والهيمنة والسيطرة يجعلها دولة غير عادلة وغير حاضنة لجميع أبنائها، تصبح دولة احتلال تأخذ الضرائب عنوة وخوة. النائب الحريري وإذ تطرقت إلى الأيام الصعبة التي عاشتها صيدا مؤخرا أكدت عدم التنازل عن الحق في معرفة كل ما جرى وحماية الناس وحرية التفكير تحت سقف القانون. ولم ندخر جهدا لنعزز هذه المؤسسات، فإن شعر هذا المواطن المنضبط بالخوف عندما يرى البزة العسكرية تكون تلك الرسالة الوطنية السامية التي يحملها ضباطنا وجنودنا تكون قد سقطت وتلاشت. وسنلجأ إلى القضاء بألوف الدعاوى كلما شعر مواطن بأنه أهين في وطنه تحت إشراف دولته. إنني أناشد كل محامي طرابلس والشمال وعكار والبقاع والجبل والجنوب لتشكيل تجمعات حقوقية للدفاع عن حقوق المواطن المنتهكة من دولته. الحريري حيت طرابلس وقالت إنه لولاها لما كان لبنان الكبير، مناشدة كل اللبنانيين للقول معا بكف خوف. إنني أعلن اليوم ومن طرابلس أيضا أن 1 أيلول سيكون يوم المواطن الكبير في دولة لبنان الكبير الذي أعلن في 1 أيلول 1920. أهلا بكم من جديد. نجح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بانتخاب السجين السياسي السابق أحمد عاصي الجربة رئيسا له بعد 4 أشهر من المشاورات والاجتماعات المكثفة بحثا عن خلف لرئيسه المستقيل أحمد معاذ الخطيب. وفي اليوم الثالث من اجتماعاتها الماراثونية في اسطنبول انتخبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري رئيسا جديدا للائتلاف، وهو المعتقل السياسي السابق أحمد عاصي الجربة. الجربة الذي حصل على 55 صوتا متقدما على منافسه مصطفى الصباغ الذي حجز 52 صوتا، هو من مواليد العام 70 في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، وهو أحد شيوخ عشيرة شمر السورية وينتمي لكتلة المعارض ميشيل كيلو المعروفة بالكتلة الديمقراطية. درس الحقوق في بيروت وحاصل على شهادة في العلوم السياسية، وسجن لعامين أثناء ربيع دمشق مع رياض سيف وناشطين آخرين. هو عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري ومسؤول التسليح في الائتلاف الوطني السوري. وفي جلسة التصويت نفسها انتخب بدر جاموس أمينا عاما للائتلاف، فيما فاز بمنصب النائب الرئيس كل من محمد فاروق طيفور وسالم المصلط وسهير الأتاسي. المنسق السياسي والإعلامي في الجيش السوري الحر لؤي المقداد بارك في اتصال مع المستقبل خطوة انتخاب الجربة رئيسا للائتلاف. تم الانتخاب بكل ديمقراطية ويعني كانت تجربة ديمقراطية حقيقة جميلة. كانت الأصوات متقاربة جدا حتى الأمس، حتى وجولة الإعادة اليوم أيضا كان الفارق مجرد 3 أو 4 أصوات. نحن بالنسبة لنا نتمنى للشيخ أحمد كل التوفيق، ونتمنى أيضا للسيد مصطفى الصباغ كل التوفيق، وأن تتضافر جهودهم وتتوحد جهود الجميع حماية للثورة السورية وللشعب السوري. نتمنى منهم التركيز على مسائل أهمها تسليح الجيش السوري الحر ورفع المعاناة عن الجيش السوري. نحن ككتلة مارسنا واجبنا بمشاركة الائتلاف الذي نعتبره مظلة سياسية للثورة السورية، شاركناهم في صنع القرار وقدمنا وضع الأرض الميداني لهم وشرحنا لهم الواقع الميداني الذي يعيشه الجيش السوري الحر.
قتل أكثر من 30 شخصا بنيران كتائب الأسد وسط استكمال النظام حملته العسكرية على حمص وقصف منطقة الباب بحلب بقنابل فوسفورية. لا تعد ولا تحصى القذائف التي تتساقط على حمص، فالنظام يستكمل حملته العسكرية التي بدأها منذ 8 أيام مركزا قصفه خصوصا على أحياء حمص المحاصرة لا سيما الخالدية، حيث قصف مسجد خالد بن الوليد فيما سجلت اشتباكات ضارية بين الجيش الحر وكتائب الأسد. القصف المدفعي ومن راجمات الصواريخ طال كذلك ريف حمص فيما استهدف الجيش الحر مقرات جيش النظام بصواريخ الجراد ونجح بالتصدي لمحاولة كتائب الأسد اقتحام بساتين مدينة تدمر. إلى حلب حيث أفادت لجان التنسيق المحلية بأن قوات النظام ألقت قنابل فوسفورية على منطقة الباب في وقت اشتدت حدة المواجهات في حلب، واستهدف خلالها الجيش الحر قوات النظام المتمركزة في ملعب الحمدانية بالتزامن مع مواجهات على حاجز المشفى الوطني بدرعا المحطة. أما في العاصمة ورغم استهداف أحياء عدة فيها كجوبر وبرزة والعسال والقابون من الطيران الحربي، فقد نجح الجيش الحر بتحقيق إصابات مباشرة في فرع الاستخبارات الجوية في ساحة العباسيين وسط اشتباكات ضارية في أحياء برزة والعسال ومخيم اليرموك. الريف الدمشقي دكته أيضا كتائب الأسد جوا وبرا بالتزامن مع مواجهات عنيفة بين الجيش الحر من جهة وقوات النظام المدعومة من عناصر من حزب الله ولواء أبو الفضل العباس من جهة ثانية، خصوصا في مدن السيدة زينب وداريا، فيما استهدف الجيش الحر مقرات النظام في بلدة الخامسية براجمات الصواريخ. كشف مصدر عربي مطلع لصحيفة الشرق الأوسط أن تصاعد أعداد القتلى من عناصر حزب الله على الأراضي السورية والذين من بينهم عسكريون مهمون دفع العديد منهم وبخاصة أهالي منطقة بعلبك لزيارة عضو شورى حزب الله محمد يزبك مطالبين بضرورة وقف إرسال أبنائهم إلى الأراضي السورية. وأضاف المصدر أن عددا من قيادات الحزب قرر تشكيل وفد للذهاب إلى إيران لتوضيح وجهة نظره والحرج الذي يواجهه الحزب. وعند الحدود اللبنانية السورية المشتركة أفاد أهالي مشاريع القاع عن قيام قوات النظام السوري برفع سواتر ترابية في عمق حوالي نصف كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية في محلة الجورة لجهة الشرق من جبال لبنان. ونشد الأهالي رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وقائد الجيش التدخل السريع لوقف تلك الاعتداءات والانتهاكات الواضحة للسيادة اللبنانية. أعلنت الإذاعة الإسرائيلية أن الكتيبة العربية في الجيش الإسرائيلي أنهت التدريبات في هضبة الجولان المحتل استمرت 3 أيام استعدادا لمواجهة محتملة مع حزب الله في لبنان. وأكد قائد الكتيبة وجود تكتيكات جديدة متطورة لمواجهة حزب الله، مضيفا أن التدريبات حاكت القتال في المناطق المفتوحة وبما يتناسب والواقع الميداني لحزب الله. في مطار سان فرانسيسكو سقط قتيلان وأصيب 61 بجروح جراء نيران التي اشتعلت بطائرة ركاب من طراز بوينغ 777 في أثناء هبوطها. وكانت الطائرة التابعة للخطوط الكورية الجنوبية أسيان قادمة من عاصمة تايوان، وعند محاولة هبوطها في مطار سان فرانسيسكو اشتعلت فيها نيران وتصاعدت ألسنة دخان من الطائرة، وتوجهت فرق الإطفاء إلى مدرج المطار لإخماد الحريق، فيما لم يتضح بعد عدد الركاب الذين كانوا على متنها. بعد الفاصل تتابعون في الصباحية. تحضيرات في بيروت والمناطق لاستقبال الشهر الفضيل. نواصل تقديم الصباحية. لم تصل المساعي التي بذلها رئيس الجمهورية ميشيل سليمان في الأيام الماضية إلى أي نتيجة في شأن ترتيب مخرج لانطلاق مجلس النواب في التشريع. صحيفة النهار علمت أن اللقاء الذي جمع الرئيس بري وميقاتي في قصر بعبدة بغية إيجاد قاسم مشترك بينهما حيال تفسير المادة 69 من الدستور، ورغم المهلة التي أعطيت لهما إلا أنها لم تؤدي إلى أي نتيجة، مما أعاد الأمور إلى المربع الأول. من جهته رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري رمي الكرة في ملعبه
بعدما تردد أن ثمة تفاهما بين الرئيسين سليمان وميقاتي حول الجلسة التشريعية ينتظر موافقته، مؤكدا عدم التوصل إلى أي اتفاق حتى الساعة، وأن الحل يكون بالإسراع في تشكيل الحكومة بحيث يسقط كل الجدل الدستوري الدائر حاليا، وأبدى تمسكه بدستورية الجلسة النيابية وبجدول أعمالها من دون تكبيره أو تصغيره. قال رئيس تكتل التغيير والإصلاح نائب ميشيل عون أن التفاهم مع حزب الله لا يزال قائما على المستوى الاستراتيجي. أضاف عون أن لقاءاته الدبلوماسية الأخيرة هي مبادرة انفتاح على الجميع، وانطلاقا منها سيكون هناك حوار بشأن كل المشكلات العالقة في لبنان بسبب أحوال الشرق الأوسط، سواء في سوريا أو في أي بلد صديق لنا، وربما نجحنا في تمرير بعض الأفكار التي تمكننا من إحداث تقارب مع الأطراف المتنازعة في لبنان. في الشأن السياسي أو من الشأن السياسي إلى الشأن الحياتي، فأيام قليلة تفصل اللبنانيين عن شهر رمضان المبارك. كيف تبدو أجواء بيروت والتحضيرات في يوم العطلة الأخير؟ تقرير عمر حروس. رغم كل الظروف الأمنية والسياسية في البلد، تتحضر شوارع بيروت للشهر الفضيل، فالشهر المبارك يبقى مميزا بحركة الأسواق وزينتها، ورائحة البخور تفوح من أزقتها. معظم الحلويات فيها مادة القشطة، والقشطة كمان بدها كهرباء، يعني لازم الكهرباء تكون موجودة كرمال الزبون يجي لعنا على المحل يأمن إنه ما حتتسع أو ما حتخرب كمان. في عندك القشطة عسملية، صرصوفية، حدف رمضان، في شعيبيات، كلاج رمضان، زنود الساد. ما في إقبال بس مش مثل كل سنة يعني، بس الحمد لله يعني عم نشتغل وماشي الحال. بنشتغل هلا بنحضر لرمضان، نشتغل 24 ساعة. يوم الأحد الأخير الذي يسبق رمضان هو لخروج أهالي بيروت إلى الطبيعة والبحر للنزهة في استبانة رمضان. عادة بحب أقضي استبانة رمضان بمنطقة اسمها عرسال، منطقة جميلة جدا من لبنان، وبكونوا كل أخواننا وأحبابنا معنا وأصحابنا مشاوي، وبتعرف تجتمع العائلات وهيك. قبل رمضان بنهار نحن نطلع على البرية بنعمل استبانة رمضان، بنعمل لحم مشوي بناكل وبنشرب عادي. وين رح تعملوا استبانة رمضان؟ مين؟ عن بيت ابني. بدي أصوم. شو كمان؟ وما افطر يعني، بدي اصوم واظهر اكذر وهيك والعب. كبارا وصغارا ينتظرونه رغم الحاله الصعبه وزياده عدد النازحين من سوريا. كل عام يرسم شهر رمضان البسمه على وجوه الناس، ينسيهم الايام الصعبه، فهل يستطيع الشهر الكريم هذا العام ان ينسي الناس مآسي والحروب التي تدور في المنطقه؟ من البربير عمر حرقوس، تلفزيون مستقبل. في ختام الصباحية تذكير بعناوينها: سباق بين المليونيات والانتقال السياسي في مصر اليوم، وتعيين البرادع رئيسا للوزراء. الائتلاف الوطني السوري ينتخب أحمد الجرب رئيسا له، ويتهم نظام الأسد باستخدام الكيميائي بشكل ممنهج. اجتماع موسع لقوى 14 من أذار في صيدا تضامنا مع المدينة وأهلها، ومشروع البيان الختامي سيطالب الدولة بتحمل مسؤولياتها كاملة. بهذا نصل إلى ختام الصباحية، نشكر لكم متابعتكم وإلى اللقاء. يوم الأحد كان هو 14 مرة أخرى.